كارين، بداية أطلقت شركة نفطال اليوم رسميا أول بطاقة دفع إلكترونية لتعبئة الوقود ضمن احتفالية حضرها الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال حسين ريزو إلى جانب إطارات المؤسسة والأسرة الإعلامية. الإجراء الجديد من شأنه تعويض البطاقة الإلكترونية البنكية ووصولات الوقود المعمول بها حاليا، هذا وسيتمكن المواطن من اقتناء بطاقتي لنفطال عبر مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة للاستفادة منها في كل المحطات التابعة للمؤسسة عبر التراب الوطني. المشروع هذا بدينا نعمل فيه قبل 15 شهر، والهدف منه شو هو الهدف؟ الهدف هو مد خدمات للزبائن ديالنا، والهدف منه تايد هو تسهيل الامور للزبائن في المحطات. اليوم المرحله الاولى هذه انطلاقه هي تجريبيه، راح نبدا اون انتيرن عبر محطات نفطال. رحت هذه المحطه، هذه المرحله هذه راح تدوم حتى لاخر سنه، وراح نشوف ونعير ونقيم اون في دي راجستومون تاع هذه البطاقه هذه، وباش تمر مرحله ثانيه بعدين راح تخص كل المتعاملين الكبار لي غون زونتربريز لي ادمنستراسيون، وفي المرحله الثالثه ان شاء الله راح نعممها لكل زبائن على المستوى الوطني. وعلى هامش اللقاء وفي رده عن سؤال زيادة أسعار الوقود برسم قانون أو مشروع قانون المالية 2017، فأكد ريزو بأن الإجراء يندرج ضمن صلاحيات الحكومة وحدها. في ميكروفون عقيل حشاني. الأسعار، شوف يا أخي، أنا ما عنديش علم، ما عندي عذر، لأن هذا لازم نعرفه وتعرفوا كلكم أن الأسعار هي من خصوصية الدولة، هي الدولة تقرر في الأسعار، ولحد الآن احنا ما عندنا أي شيء على هذا الموضوع هذا. الأزمة التي تمر بها البلاد ما هي إلا نتيجة لفشل السياسات المتعاقبة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، ما هو إلا مواصلة لسياسة قانون المالية لسنة 2016 الذي يتمحور حول دفع المواطن البسيط ثمن فشل هذه السياسات. سراف دعماش وأحمد مدني في هذا التقرير. بعيدا عن ما تروج له الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يمهد الطريق لتنويع هيكلي للاقتصاد، يرى المتتبعون للشأن الاقتصادي أن هذا الأخير يكرس نفس توجه قانون المالية لسنة 2016 من خلال المساس بجيب المواطن البسيط. هذا الإعلان على النموذج الاقتصادي الجديد، أنا أعتقد أنه هو ضحك على الدكون، وهو نوع من الاستخفاف بالعقول، لأن الحكومات التي عجزت على القيام باقتصاد منتج ومتنوع ويخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل ويحقق الرفاهية الاجتماعية للشعب الجزائري في زمن الوفرة وفي زمن البحبوحة المالية، ليست هذه هي نفس الحكومة التي تستطيع أن تأتي بنموذج اقتصادي جديد في زمن الأزمة وفي زمن التقشف. الحديث عن النموذج الاقتصادي الجديد لم تظهر معالمه في مشروع قانون المالية لسنة 2017، والأرقام التي جاء بها مشروع القانون تترجم أن الجزائر ستتجه للمديونية الخارجية لا محالة. لا نرى أثرا لما يسمى بالنموذج الاقتصادي هذا، لأن النموذج الاقتصادي للنمو بصراحة نحن نقول لم يطلع عليه احد، حتى البارترونا، حتى ارباب العمل كلهم يقولون ان النموذج الاقتصادي هذا يبقى كانه سر من اسرار الدوله لحد الساعه، لا يعرفه مداه احد. وبالتالي نقول انه ان حصل شيء فلن يكون في هذا القانون تاع 2017. هي اذا معطيات تظهر ان الحكومه وفي توجهاتها تجد في جيب المواطن البسيط ملجا للتخفيف من حده الازمه التي تمر بها البلاد، فالى متى يدفع المواطن البسيط فشل السياسات المتعاقبه؟